من الاخر احنا دايما بيبقى عندنا فقرتنا العالميه الحقيقه بنبتدي بيها، لكنه لما بقى في موضوع بهذه الاهميه زي اللي حصل النهارده في دورتموند في المانيا ما بين بروسيا دورتموند ما بين موناكو، لازم الموضوع ده يبقى هو محور حديث العالم الحقيقه، مش بس هنا. حصل باختصار شديد مباراه مفروض في دوري الابطال، وفي بقى دروس من هنا لحد يعني لحد اخر نفس في العمر. رغم القصه حصلت بسرعه جدا، الاتوبيس بتاع بروسيا دورتموند اتحرك رايحين عشان الماتش بتاعهم اللي في المانيا، هيلعبوا موناكو في دوري الابطال. الاتوبيس، ودي كانت اول لقطات اللي ظهرت للناس على الشاشه، تعرض لحادث تفجيري. الحادث زي ما وصفته دوتش فيلا وزي ما اتكلمت عنه الصحافه الالمانيه، قالت لحد اللحظه اللي بكلم فيها حضراتكم، قالت لا يوجد اي تاكيدات ان الحدث ارهابي، وكل ما تم ذكره هي متفجرات من نوع كبير شويه، كانت مخبأة في الشارع الرئيسي بالقرب من فندق إقامة دورتموند. طيب نتعلم ايه؟ رقم واحد، التصريحات كانت محددة ومدققة بشدة، كل وكالات الأنباء الألمانية كانت مدققة بشدة في التصريحات أو في الأخبار اللي خرجت منها. ده التضرر اللي حصل في الأتوبيس وأدى إلى كسر في النافذة في الشباك، وبالتالي كانت إصابة بارترا. وهحكي لكم القصة اللي حكاها حارس المرمى رومان بوركي نقلا عنه واللي تداولتها وسائل الإعلام. بس أنا عايز أقف عند لحظة لحظة. الحادث واضح إن هو مش عظيم، يعني مش كبير، لو كان كبير كان الأضرار كانت هتبقى أكبر من كده. أو الإرهاب اللي عندهم لسه صغنن، يعني مش متمرس، مش زي اللي عندنا، مش بالحجم ده. المتفجرات برضو نفس القصة، واضح انه مهاش متفجرات كانت من الحجم اللي هو يعني، وبالتالي ما كانتش الاضرار كبيرة قوي. وهم قالوا ده، قالوا انه الحادث مش ارهاب، يعني الحادث مهاش ارهاب، ما عندناش تأكيدات على ده. طب انا عايز اقف عند اكتر من لمحة واكتر من لقطة. اللقطة الاولانية سرعة رد الفعل في اعلان التوقيت الجديد للمباراة، قال لك بالظبط كده، يعني احنا الناس ما عادش تلف حوالين بعضها. الحادث ده تقريبا كان الساعة 8:05، 8 ودقيقتين حاجة كده يعني. ده الناس وهم خارجين من الاستاد، جماهير دورتموند بقى. فالحادث ده لما وقع الساعة 8، الناس قالت لك 8:30 بالظبط سيتم الإعلان عن موعد المباراة الجديد. بصوا التحديد، 8:30 هنحدد كده، ما فيش مباراة الساعة 9:15، هنحدد الميعاد. فلما كانت الساعة بتدق 8:30 بالدقيقة، كانت الناس بتعلن ان المباراة تاني يوم الساعة 7:15. درس تعامل مع أزمة، كيفية التعامل مع الناس كمان. وده بيحصل، والأزمة دي بتحصل، كانت الشاشات اللي موجودة جوه الاستاد، وهعرض لكم دلوقتي حالا الصورة، كانت الشاشات اللي جوه الاستاد بتعرض للناس اللي حصل بالظبط، علشان لا يبقى فيه تهويل ولا يبقى فيه مبالغة، يبقى فيه وصف دقيق لما حدث، ويعرفوا الناس بالظبط ايه الاصابات وايه الموضوع. مش ده كل حاجة، مش ده الدرس النهائي. الدرس الاجمل هعرض لكم دلوقتي الفيديو لجماهير موناكو، جماهير الفرنسية، وهي بتهتف لجماهير دورتموند في الملعب. المباراة مش هتتلعب. ادي جماهير موناكو اللي هي بالزي الاحمر قدام حضراتكم اهو على الشاشه، جماهير بروسيا دورتموند هي الاقرب الينا على الشاشه، على يمين الشاشه. هسكت وتسمعوا الصوت وارجع واكمل كلام. جماهير موناكو كانت بتهتف لجماهير دورتموند، نوع من انواع الدعم لجماهير دورتموند. طب هو كده الموضوع خلص؟ خدوا بالكم، احنا بنتكلمش مثلا عن فرقتين بيلعبوا مع بعض في دوري محلي، فاقول جمعتهم وحدة الوطن علشان ده حادث ارهابي، لكن لا،
انت بتتكلم على بلدين كل بلد عندها ثقافتها، وكل بلد وكل فريق وعنده مشجعينه المهاويس. طب دي جماهير موناكو وهي خارجه وجنبها جماهير دورتموند، ده موضوع بسيط خالص. طب هو الدرس وقف لحد هنا؟ لا ما وقفش. شوفوا بقى جماهير دورتموند وإدارة دورتموند عملت ايه. الماتش ده بيتلعب في ألمانيا، فطبيعي الجماهير اللي جاية ديت عاملة حسابها انها تلعب الماتش ده وهتمشي هترجع تاني. يقوم نادي بروسيا دورتموند يعمل ايه؟ تخيلوا، يكتب على موقعه الرسمي وعلى حسابه الرسمي على تويتر رسالة لجميع جماهير موناكو اللي متواجدة في ألمانيا واللي مش لاقية مكان تبات فيه بعد ما اتلغت المباراة وتأجلت لليوم التاني، انها تتواصل مع إدارة النادي علشان توفر لها أماكن للمبيت فيها. شفتوا جمال كده؟ شفتوا شياكة كده؟ شفتوا تعامل مع الأزمة بشكل راقي كده؟ آدي الناس قدام حضراتكم على الشاشة، إدارة دورتموند ونادي دورتموند لما شايفين إنه جاي لهم ناس من فرنسا، وآدي الهاشتاج قدام حضراتكم أهو اللي بيعلنوا فيه للناس ان هم بيدعموهم، واللي عايز يبات هيبقى موجود على كلفة نادي بروسيا دورتموند. احنا بعيد قوي، احنا في سنوات ضوئية بتفصلنا مش بس عن الحضارة او الثقافة اللي ليها علاقة بثقافة التشجيع والاختلاف، انما حتى كمان على مستوى ادارة الازمة، على مستوى إدارة أزمة بالحجم ده. خدوا بالكوا إنه الحمد لله، الحمد لله لا الأتوبيس اتفجر واللعيبة اتحولت أشلاء، والموضوع زي ما وصفته. طيب اللي تحت على اليمين دي، اللي تحت على اليمين ده أسفل يمين الشاشة، ده كده موقع الأتوبيس بالظبط كده التفجيرات، وأعلى يسار الشاشة ده مكان الاستاد. فكل التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي ده درس متقن، سواء الدقة في نقل الأخبار دون أي نوع من أنواع الزيادة من الناس في ألمانيا، سواء التحركات على المستوى الأمني، سواء الجماهير وتعاملها مع بعض جماهير موناكو، سواء إدارة دورتموند. هذه الحالة من الاحتواء رغم أنه الحادث ما أصفرش عن ضحايا جسام أو حتى قتلى أو اللهم إصابة بسيطة لبارترا، وما فيش أكتر من كده.